كان سيادتك يا باشا المنطقه هنا ماشي من 20 سنه من قبل المترو. انا سيادتك يا باشا الموظف الكلمه اوضتي كانت متجيده وبرقمها وكل حاجه، ويوم الحصر ما لقيتش اسمي، لقيت اسم واحد اسمه صبر عثمان برقم اوضتي وكل حاجه سيادتك. فروحت طبعا يا باشا كلمت القناه على السي بي سي وجت صورت، والمحافظ يا باشا بيقول ان مفيش اوض، ان مفيش شقه. خدت سيادتك السي بي سي ووديتها المساكن ووريتها سيادتك الشقق الفاضيه، ورحت سيادتك للنائب العام الاشتراكي برضه، الراجل اتكرم برضه سيادتك بالمقابله بتاعتي وبارك الله فيه. قال لي يا سيدي كل واحد له حقه هياخده برضه واحنا هنفحص الورق. وكنا 79 يا باشا، كنا 79 سيادتك. فاللي عمل المشكله في الاول والاخر يا باشا الحكومه. ليه؟ كنا سيادتك يا باشا المخزن العدد عباره عن 79 دلوقتي الحالي. بقينا يا باشا المخزن عباره عن 700 واحد، ما تعرفش دي جت منين. فاحنا 79 اساسا من الاول للاخر اللي ما خدوش يا باشا. وعارفين سيادتك ايه نظام بعضينا، يعني انا عارف ده وده، عارف ده وده، عارف ده وده. زاد كده يا باشا بيقول لك ايه، كل اوضه عاوزه حاجه اسمها العوائد. طب انا ساكن عند واحد عنده 22 اوضه، كل اوضه عامله 34 متر، بيدفع البيت كله باسمه هو. ما اقدرش انا اقول له اديني ورقه عوائد باسمي، يعتبر زورت ورق شخصيه. زائد كده يا باشا سيادتك بيقول لك لازم تكون بطاقتك ترع طافيه. طب انا من 20 سنه هنا يا باشا، لو بطاقتي لو ترع طافيه ماشي ما هسكنش هنا، هسكنش في الشقه. فدي سيادتك المحافظ بيحلجمك هنا. فمعظم المستلم، معظم يا باشا المستلم اللي وصلها المحافظ والدكتور حازم الببلاوي، معظم سيادتك المستلم بطاقته الفيوم معانا وبطاقته اسيوط معانا. فاحنا يا باشا مؤاخذه ليها حل. فانا يا باشا لو بطاقتي هنا ما اسكنش في عشه، ما اسكنش سيادتك في عشه. فاهم وضع يا باشا؟ لو من هنا يا باشا زمان كنت ساكن في الشقه وما ميلتش. فايه يا باشا اللي يجبر الناس دي، ايه اللي يجبر الناس دي على البيات في الليل؟ عاوز اعرف ايه اللي يجبر يا باشا الناس دي في الليل على البيات؟ وانا عايز سيادتك كم عيل انا خمس. اهي يا باشا بص سيادتك، ادي يا باشا بص سيادتك يا باشا، ادي الاسيمه، ادي العجل اللي جار سيادتك. ادي يا باشا معايا فاطمه الزهراء، معايا فاطمه الزهراء، معايا محمد ياسر ده، ومعايا احمد يا باشا، ومعايا سيادتك يا باشا ده، ومعايا داليا ودينا توأم، وادي دي، وادي دينا يا باشا، وادي فاطمه الزهراء يا باشا سيادتك. معايا خمسه يا باشا وما شغالش حاجه، والاستاذ حمدي من 20 سنه يا باشا سيادتك معانا ماشي، يعني من 20 سنه يا باشا سيادتك هو حزب يعني يا باشا سيادتك هو اللي ماسك المنطقه هنا، وعرفنا يا باشا واحد واحد سيادتك لان كان مرشح لمنظمة الشعب الاستاذ حمدي، وعرفنا كلنا في المنطقه يا باشا، وهو يعني اللي راعي بظروفنا. ويشكر برضه يا باشا سيادتك انه واقف معانا ومستاهل برضه يا باشا سيادتك معانا، مع الناس مع الناس اللي في المنطقه يا باشا هنا. معظم بيقول لهم ساعدوا ساعدوا الناس دي يعني ما اقولكش سيادتك، انه واقف معانا الاستاذ حمدي بكل حاجه، على صاحب القهوه اديهم الحاجه اللي هم عاوزينها وهم حسابهم عندي، على بتاع باشا نظام الصيدليه، على بتاع في الجامع سيادتك بيقول له ادي الناس المفاتيح عشان الناس تروح الحمام. فسيادتك الاستاذ حمدي برضه ليه الفضل علينا ان احنا للوقت هذا اللي قاعدين. وشكرا يا باشا.